سفينة ربان يقودها لبر الأمان، ولكل مسيرة قائد يضع الخريطة لمسيرته ويقود خلفه الجنود والفرسان حتى يكتب لها النجاح ويشار لها بالبنان. والآن مع كلمة ممثل السيد رئيس الجامعة الدكتور طارق المبروك مدير فرع طول الكرم، فليتفضل مشكورا. نلتقي اليوم في رحاب حشد كبير ليكتمل المسير بإنجازات هذه الجامعة، حيث تسعى جامعة القدس المفتوحة ومنذ نشأتها وليومنا هذا لتحقيق العدالة في التعليم لكل راغب فيه. من منطلق المسؤولية المجتمعية اللي توليها جامعة القدس المفتوحة لخدمة المجتمع الفلسطيني وبالذات في المجتمع الكرمي، تم بالشراكة مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة وجهاز الشرطة ومجلس اتحاد الطلبة في الجامعة في تجهيز وإعداد لمثل هذه الندوة التي تعد من الندوات الهامة جدا والمعاصرة والتي تؤرق جميع فئات الشعب بكافة أشكاله وألوانه، لأنه فعلا الابتزاز الإلكتروني أصبح الآن خصوصا في ظل التطور الهائل في الإلكتروني وفي ظل الاستغلال السيء من العديد من الأفراد في هذا الابتزاز، لابد من أن نلقي الضوء ونسلط الضوء لمجتمعنا الكرمي بالذات ليكونوا حريصين للأباء الأمهات الأبناء، ليكونوا حريصين على تفادي مثل هذه الأمور التي تكون عقباها وخيمة، وهذا ما لا نتمناه. احنا ارتقينا نعمل هاي الورشة لأنها كثير مهمة، لأنه بتختص في الابتزاز الإلكتروني، وهذا الابتزاز الإلكتروني اليوم كله ماشيين نحو الأمن السبراني في الدرجة الأولى، فبالتالي هاي صارت احتياج يومي للناس كلياتهم. ليش؟ عشان الناس تفهم وتستوعب إنه في خطر جاي حقيقي من قبل الإنترنت. إحنا لازم نحسن استخدام الإنترنت. إحنا ارتقينا نجيب المرشدين التربويين عشان من التربية أو من الورشة هاي يطلع ويروح على المدارس، ومن خلال المدارس هو يشرح لكل الطلاب، طلاب الأساسية، طلاب الثانوية، حتى طلاب الجامعات، يشرح لهم عن مدى أهمية الابتزاز الإلكتروني، وإنه إذا صار معه أي إشي هو يلجأ للمرشد التربوي، يلجأ للشرطة، يلجأ لأي جهة ذات اختصاص. ضمن التواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع المحلي لإرشادات مهمة جدا عن الابتزاز الإلكتروني ودور الشرطة في الحد من هذا الابتزاز، قمنا اليوم بعمل ورشة بالتعاون مع المخابرات العامة وجامعة القدس المفتوحة، وذلك لتعريفهم أولا عن قسم وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة وكيفية عملها وإحصائيات كانت قد قامت فيها قضايا سابقة، وأيضا سيتم اليوم تعريفهم بالابتزاز الإلكتروني وكيفية كيف تقوم الشرطة للحد من هذا الابتزاز ودورها في 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 في, في عدد من القضايا التي قمنا بإنجازها خلال الفترة السابقة.